صباح الخير للجميع، ضلوا بخير وايامكم سعيده. اليوم 18 ايلول 18 سبتمبر، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكن عطارد، كوكب السفر الاوراق المستندات يتقدم في برج الميزان، الى جانب المريخ للطاقه الحماس كمان في برج الميزان. هلا هاي الكوكبين بالذات بيعنوا انه مولود برج السرطان، مواليد برج الحمل، مواليد برج الجدي لازم ينتبهوا شوي على امورهم الصحيه، إضافة إلى وجود الزهرة في برج العقرب، يعني عامل جزء من متاعب لبرج الثور، لبرج الأسد ولبرج الدلو. في شيء مالي، في شيء مهني، في شيء عاطفي، يعني الأمور لازم ننتبه لها شوي بهاي الفترات، هالأبراج بالذات. إذا عنا تقريبا ستة: حمل، جدي، سرطان، وجود الزهرة بيضايق الثور، برج الأسد وبرج الدلو. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي اليوم موقع القمر بدل على أنه القصة العلاقة بتصالح أو العلاقة باستمتاع بمحبة أو غرباء أو سفر، يعني هاي الأيام للقاءات، للمناسبات، للاتصالات، لتفتح قنوات تواصل بينك وبين الآخرين، لتحضر مناسبة يمكن، لتنزل على سوق يمكن، يعني هاي الأيام في عندك هيك حركة، نشاط اجتماعي إيجابي، وربما تقوم برحلة أو تفرح مع العائلة. مولود برج الثور أنت اللي مو كتير مرتاح، لأنه في شيء عم ينفرض عليك. طبعاً مولود برج الثور أكثر حدا بالحياة يكره أن يفرض عليه شيء، حتى لو قلت له كل هالزيتونة هو ما بدي يأكلها. صوروا القصة قد صغيرة، بس هو بتنزعله كل نهاره إذا عملت شيء هو ما بده إياه، أو جبرته بقصة هو ما بده إياها. واليوم الحقيقة في خطوة خاطئة، يمكن موقف عصبي ربما بين امبارح واليوم، في نوع من انواع الكلمات الغير مقصوده عم تعمل لك جزء من مضايقات. مولود برج الجوزاء اليوم يوم جيد لتتقبل الاخرين كما هم، ليكون عندك اراده في التواصل، احد الايام الافضل لتسد كل الثغرات. يوم جيد فيه لقاءات، علاقات، اتصالات، يمكن ضغوط تخف ربما، الحظوظ مساعده، محبه من العيله، من الأهل، من الأصدقاء، يعني يوم بالمجمل جيد وسعيد. كمان الأمور جيدة لمولود برج السرطان، عم تاخد قرارات بمعونة المحيط، يوم عم تعطي وبتاخد. أنت يمكن عم تعطي مساعدات، كلمة حلوة، أو عم تاخد من الآخرين كمان كلمة حلوة أو مساعدات، أو حتى عم بتحل بعض القضايا. يوم للمصالحات على كل بامتياز، أو أصدقاء يأتون لك لطلب خدمات، وممكن يكون بالعكس. مولود برج الأسد غالباً في كلام عم تسمعه ما كتير عاجبك، أو لازم تكون أهدأ بتعاملك مع الآخرين، أو في شيء عم تتمنى أنه يحدث وما عم بيزبط، يعني يوم للتأجيل بامتياز. أو في شيء بعلاقاتك المقربة، علاقات الحب، علاقات الزواج، مع أخوتك، مع أهلك، في شيء ممكن يكون نوع من أنواع الصدام، ممكن في شيء عم يتأجل، بس ببساطة يعني ما في شيء مزعج، بس أنت كمان اليوم حساس أكثر مما يجب. مولود برج العذراء اليوم شغل كتير، عمل كتير، ضيقة خلق، نرفزة، نزق، إف إف إف، يعني هيك هذا أنا بسميه دائما يوم الأفأفة، اللي شغلي كتير، أموري مضغوط فيها، وما في شيء عاجبني، ويمكن في شيء صحي شوي مأثر على وضعي، ما في رغبة إنه أنا خلص شغلي، ما في محبة، ومع ذلك اليوم فيه شغل كتير وما عندك حلول، وقلت لك شوي انتبه صحياً. أنا بظن هي هاي الإف إف سبب حالتك النفسية اللي ما كتير مرتاحة. مولود برج الميزان، حاول تستخدم نشاطك بمكانه المناسب، لأنه يوم عندك قدرات فائقة بالتواصل، عم تبحث عن مخارج لبعض الضغوط الحياتية، أيام فيها بالمجمل إيجابيات، في عروض، يمكن نوع من أنواع الإطمئنان، أمل أو تأثير بالآخرين أو بعض النصائح. مولود برج العقرب اليوم عم تشعر أنك مظلوم يمكن على الصعيد العائلي، أو محتاج حدا يدللك يقدرك، يوم فيه قلق أو نوع من أنواع الإحباط أو يأس أو امتحان أو بعض التفاصيل الصغيرة اللي عم بتضايقك. هلا الأكيد إنه ما أنا بالأمور العملية بالغالب، أنا بشوف القصص شوي عائلية، ممكن لا سمح الله طفل عندك مريض، أو قصة العلاقة بالأولاد، أو شيء من المتطلبات العائلية. على كل الأحوال اليوم بده شوية هدوء، واستنانا لبكرة
لأنه حيكون يوم تعويضي. مولود برج القوس، حركة، نشاط، سفر، إذا وضعك يسمح. تكافأ على جهودك المبذولة، ولو بكلمة إيجابية، ولو بشكر، ولو بقصة تحس حالك أنجزتها وخلصتها. اليوم أنت أقدر، مولود برج القوس، على التعامل مع المستجدات. عندك طاقة، حيوية، إرادة، ضحكة، يعني ابتسامة، سعادة أو سرور، إن شاء الله يا رب. الجدي غالباً عم بيناقش بأموره المالية، وغالباً ما أنه مرتاح على الصعيد المالي. ما رح تقنعني أنه عطارد موجود في برج الميزان اللي هو موقع غير مناسب لك، وأنت كتير مرتاح مالياً أو مرتاح على صعيد أمورك العملية. ما كتير هاي الفترات في شيء له علاقة، عم تشعر أنت أنه رفاهية، في متطلبات أكثر مما يجب. بالمجمل الأمور المالية هي مصدر هذا التعب، فيعني شوية هدوء بدها الحكاية، شوية هدوء، شوية توازن عموماً بين الدخل وبين المصروف. مولود برج الدلو اليوم فايق بكير وعنده صلح أو تسوية لخلافات. يوم للنشاط، للمساعدة، عم تركض تركض ما عم تلحق، في أمور بدك تخلصها، في شيء من الأشياء هيك اللي ممكن تكون إيجابية وجديدة، زيارات يمكن، تواصل يمكن، قصة أسرية. طبعاً ما فيني أنسى أنه نبهك أنه أمورك العاطفية المالية لا تعتبر كتير الأفضل، لذلك حاول تكسب هذا الأسبوع اللي جاي ليعتبر أسبوع جيد. يعني أنت مهيأ هاي الفترات لتمتلك محبة الآخرين. إصلاحات أنت تحتاجها، مولود برج الحوت، سواء على الصعيد الشخصي سواء على الصعيد العملي فعلياً. يعني ببيتك يمكن في إصلاحات محتاجة، أو قصص ممكن تكون شخصية، عصبية أو توتر أو نوع من أنواع المحتاج أنك توضح مواقفك. يوم فيه هيك انشغالات، حساسية، نزاعات لست تحتاجها، يعني كأنه القصص اليوم أخذ طابع قيل أو قال. خليني عايد مولود اليوم، مولود 18، الأستاذ رسمي، رسمي إلى أبعد الحدود، وكل مواليد برج العذراء الأستاذ رسمي، بس 18 أكثر شوي بقى، من الأشخاص اللي بيأرقوا أو بيتعبوا رأي الآخرين فيه، دائماً بيحاول يظهر بأفضل صورة، عامل مجد عموماً، حياته كلها بيفكر كيف بده يرتب أموره. حاول أنك دائماً تقعد بهدوء وتفكر بالشي اللي بدك تعمله. شديد الطموح، يبحث عن الأفضل، يستمتع حين يشاهد الآخرين ينفذون أوامره عموماً أو نصايحه. بطيء باتخاذ القرارات، لكن قراراته من النوع الثابت، محب لأولاده لبيته، محب للكمال عموماً. كسنة تعتبر الأمور المالية أو كدعم معنوي إيجابية جداً. متبقي من السنة ممكن يكون ارتباط، ممكن خطوبة، طفل جديد يدخل العائلة، أو قصة العلاقة بمسؤوليات جديدة، خاصة إذا كنت تعمل في الشأن العام. أمورك بها على هذا الصعيد جيدة جداً. رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. وسلمى حابة تسجل بالجامعة، الحقيقة حظوظك مساعدة جداً، بس الشهر القادم سلمى، وهي تسجيل جامعة الشهر القادم، مو أو رح تباشري، يعني أمورك الشهر القادم أفضل من هذا الشهر بالمختصر سلمى. بس أنا ما بظن بالعمل على كل، بظن أمورك بالعمل جيدة. فراس فاروق دغمش، يسعد أوقاتك يا فراس. رغم أنه الشهر هذا القادم بأكد لك إذا أراد رب العالمين أفضل من الشهر اللي راح، إلا أنه الأمور ليست الأفضل كعام، يعني المتبقي من العام ما أنه كتير للتغييرات روحي، في شيء يعني ممكن يكون مصدر مضايقات بالنسبة لك، لأنه مو تغييرات، تغييرات هي للسنة القادمة يا حبيبي. على كل حظوظك بالمتبقي من السنة جيدة. غسان 86، إذا بالذات الوضع المالي غسان فأنا برأيي اللي تحسن، يعني الأمور رايحة باتجاه الأفضل وليست باتجاه الأسوأ، خاصة أنه هلأ عطارد يعني بالميزان صديقك، بعدين حتى دخوله العقرب إيجابي. هيفاء بنت نورز، هيفاء أمورك إيجابية على صعيد ارتباط، كل شيء له علاقة بالأمور العاطفية العائلية غالباً إذا أراد رب العالمين بطريقه للتغيير. هلأ إذا أراد رب العالمين، وإن شاء الله التغيير دائماً للأفضل وللجميع. يسعد صباحكم، ضلوا بخير، وانتي بألف خير نجلة. شكرا.